الاحتفال بأبطالنا الرياضيين واجب، واجب رياضي، واجب إعلامي، وواجب مجتمعي. يجب أن نؤكد على من ينجز، نؤكد على أحقيته في التقدير وفي الاحترام وفي الصيت وفي المعاملة. دي واجبات لازم نوجهها لكل أبطالنا في كل المجالات. وبما أن معانا أبطال رياضيين حققوا إنجاز غير مسبوق للعبة الجودو في تاريخ مصر، ومنهم أصبحوا بلا منازع أسياد القارة الإفريقية وتأهلوا إلى أولمبياد باريس، فيجب أيضا أن نكلل هذا الاحتفاء والاحتفال بمفاجأة. المفاجأة هيقدمها ضيف شرف النهاردة على برنامجنا، الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى بكري. كابتن ازيك؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا بدمون؟ استاذ مصطفى بكري، اهلا بحضرتك يا استاذ مصطفى، سعادة بوجودك، اهلا بيك. انا اولا سعيد بوجودك بعد فتره طويله جدا، كلنا سعداء. بطلع معاكي دايما في العاشره، خطوه عزيزه يا استاذ مصطفى، سعداء بوجودك. أول حاجة أنا يعني خليني بس أولاً بهنيكم. أيوة، تهنئة بالغة. يعني أنا جاي من اجتماع اتحاد القبائل العربية، وقرر الاتحاد أنه يبعت لكم مكافأة 1,750,000. طبعا كابتن احمد علي مسعود هياخد 250,000. مبروك يا كابتن، مبروك. عايزين فرحة. أنا بسلم كابتن مرزوق المبالغ الحقيقة ل 19 لاعب ولاعبة. شكرا، وكلنا فخر وكلنا تقدير ليكم ولأدائكم وحبكم للوطن واجتهادكم واتحاد القبائل العربية. شكرا. الحقيقة من ضمن رسائله هو تشجيع المواهب والوقوف جنبها. شكرا. دايما، واعتقد ان دي هتبقى بداية. شكرا. احنا بس عايزين زي ما بيقولوا ايه، نرتب الكلام. دلوقتي في ظرف بيستخبى كده ورا. لا لا لا، باسماء الناس. دلوقتي الظرف ده هو اللي فيه الليله كلها. كمان الله. اولا كان عندكم كان عندكم فكره ان في مفاجاه من النوع ده؟ اطلاقا ده ما فيش الكلام ده خالص. الحقيقه تستاهلوا اكتر، وكل التحيه لاتحاد القبائل العربيه. الاستاذ مصطفى بكري الكاتب الكبير هو مهتم بالتأكيد بالرياضة، ومهتم بأبطالنا، شأنه شأن المجتمع والمواطنين المصريين. إنما أقول لي، هل في ليك علاقة بالجودو؟ الجودو طبعا لعبة قديمة، يمكن قبل الميلاد بحوالي آلاف السنين أو حوالي 1700 سنة، لكن دخلت اليابان سنة 1882 بالظبط. وكان الحقيقة اللعبة شرسة وعنيفة في البداية، كان المتصارعان واحد فيهم لازم يموت. اللعبة ترقت الآن وبقت دخلت مرحلة جديدة، وده شيء محترم وشيء كويس، واعتقد ان تحقيقهم لهذه البطولات ده أمر نفخر به. ربما ما كنش بتابع الألعاب بالتفصيل، ولكن الإنسان بيفخر عندما يفوز مصري، وكل المصريين بيتابعوا بفخر
هذه البطولات وهذا النجاح الكبير. الأستاذ مصطفى بكري بخلاف تاريخه الممتد في عالم الصحافة والإعلام، إلا أنه النهاردة هو جاي بصفته المتحدث الرسمي لاتحاد القبائل العربية. بس أنا عارفة أن أستاذ مصطفى بكري بالأساس جاي للأبطال دول، طبعاً جاي لولادنا دول اللي يفرحوا القلب. طبعاً أكيد إحنا كمصريين دايماً بنفخر بأي مثل أو نموذج في كل المجالات، بنحس بالفخر وإحنا بنتابع هذه البطولات، لأن دايماً الإنسان المصري يستطيع أن يثبت ويستطيع أن يفوز وأن يحقق نجاح طالما عنده إيمان وعزيمة، وإحنا بلد منتمي. يعني حتى أنت لما بتطلع تروح اليابان أو تروح أي مكان بتحس أنك تاني يوم عايز ترجع. طبعا. زمان أنا كنت شغال في إذاعة مونت كارلو في باريس، قعدت 19-20 يوم قلت عايز أرجع تاني، فرجعت من باريس لأن اشتقت لشبرا وبلاء الدكرور وناهية وكل مكان على أرض مصر. فإحنا دايما ناس والصعيد طبعا والصعيد طبعا 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 صعيد. بس يا أستاذ مصطفى أنا يعني معلش ما تأخذونيش، انا عايز اشوف الظرف فيه. لا هو يعني هو فيه كل واحد باسمه. طب ما يعني بص انا حاسه انه قلبهم مش مطمن يعني. لا لا يعني كابتن مرزوق اكيد لا هم هياخدوا يعني كل واحد اسمه وعينه. يعني ده يعني مثلا ولا شيك فريد لا شيك شيك باسمه. طب معلش اطمن المساله ده اطمن قلبهم مساله برضه. طب هو فيه مطمنين؟ لا هم كده كده مستنيين. لا حلو ارقام معقوله. لا حلو 100,000 وبتاع. طب بصوا حلو، بص انا هقول لحضرتك على حاجه. بص يا استاذ مصطفى حضرتك قلت الرقم الاجمالي رقم اكيد معتبر، انما اكون سعيده من غير ما تقول رقم كل واحد الرقم تنادي على كل واحد وياخد الظرف بتاعه ودي هتبقى صفا سليمان. صفا سليمان صفا صفا مبروك يا صفاء. مبروك يا صفاء. آية إيهاب إبراهيم. آية يلا يا آية البرونزية. تسليم تامر رزق. عايز أتجوز. تسليم تامر رزق. كريم أحمد صبحي. كريم أحمد صبحي. كابتن كريم. زومي كابتن منتظر بنزوبه. كابتن محمد علي اسوان. Thank you.
انا بشكركم جميعا، بشكر مدام منى وبشكر كابتن رشوان، الله يكرمك، بشكر كابتن مرزوق وربنا يوفقكم. شرفتنا انا لازم اشكر حضرتك.